تاع الشباب هدر تاع الادمان لساسا كحيمون رشيد يعني دائما مرتبطين في اذهان الاداريين بانه بؤر تاع الادمان بؤر تاع الاجرام علاش انا اظن بانه لساسفا هذا غير نوعا ما كي يعني كاين واحد نوعا ما الاعلام طريقه اخرى لعب واحد الدور سلبي نوعا ما ماشي هو كشف على مجموعه الامور الحقيقيه هذا واقع ولكن ماشي بالمقارنه مع بعض الاحياء اللي ما نذكرش سميتها هذا الشيء ما كاينش كاين ادمان كباقي الاحياء كباقي الاحياء كاين شباب اللي للاسف كيخرجوا من التعليم في 14 سنه 13 سنه وهذا اشكاليه ماشي ديال هذه اشكاليه حقيقيه وطنيه اللي راجعه على اشكاليه ديال التعليم الذي لا ينتج ناس اللي كيشتغلوا كينتج ناس اللي كيمشيو بعض وهذا تحدي كبير وبالتالي كاين اشكاليه ديال العمل الجمعوي اللي خصو يقوم بدوره كذلك باش ياثر هذوك الشباب ويحاول يدمجهم في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه كاين اشكاليه ديال الدوله كما قلت كحكومه كدوله كمؤسسات بتتبع هاد الاطفال خصهم يتبعوهم ملي خرجوا من المدرسه ما يمكنش يخليه يمشي للشارع خصو يدير له تكاوين يخلقوا لهم تكاوين واهلهم ويدمجوهم في الحياه الاجتماعيه وهذا هو المشروع التنموي الحقيقي اللي ربما غدا فيه الدوله حاليا واللي خصو يكون اما بالنسبه للاحياء هادو ما فيهمش داك على ما كاينش اجرام عندنا حنا ما عندناش كاين شراعات ماشي ما كاينش كيكون داكشي بسيط جدا كيوقع حالات معزوله عاديه جدا كما وقع مثلا في كنلقاو في ولكن ما عندناش ديك السيبه بين قوسين وديك الفوضى اللي كنعرف ناس مهذبين محترمين انا كنعيش معاهم يوس منهم وكنشوف وعمر ديش شي واحد هاز بشي كاين يعني كاين ديك المراهقه الشبابيه كتوقع بصفه عامه ولهذا ديك لي كليشي طابو خصهم يتنزعوا على بعض الاحياء وخاصنا حنا كسياسيين نكونوا متفائلين ونعطيو يعني الامل لهاد الناس وكاعلاميين حنا كالاخوان اصدقائنا كاعلاميين يبعثوا لانه لساسفا وهاد الاحياء الشعبيه راه خلقت فيها تخرجوا منها طاقات كبيره في الرياضه بلا ما نذكر الاسماء في الرياضه عرفتي حنا ابطال التيس تخرجوا من لساسفا الا قلت لك فاطمه العالمي كبطلة افريقيا بنت الحي لساسفا اكبر مدربين حاليا دابا ديال التيس ولا لساسفا ما نذكرش لك اللاعبين الزايدي اسماعيل ودي ساسفا واحد مجموعه ديال اللاعبين الحي الحسني نفس المشكل تا هو سيد الخدير عطاو قودات عطاو فنانين كبار حاليا الان ولاد الحي الحسني الاحياء الشعبيه هي الخزان الحقيقي ديال الطاقات الثقافيه والرياضيه ذكرتي على الطاقات رئيس مقاطعه سيدي عثمان وتيتم نفس الحزب ديالكم اللي هو التجمع الوطني الاحرار دار لقاءات تشاوريه مع مجموعه من الجمعيات في المنطقه واش نتوما تتفكروش تمشيو في نفس الاتجاه؟ فعلا حنا عندنا حنا اولا جئنا من العمل الجمعوي عبد ربي ونص الاخوه اغلبيه الاخوه اللي في المكتب هما ابناء العمل الجمعوي الدرجه الاولى معروفين يعني الاخوان ديالنا وبالتالي هذا الهاجس ديال العمل الجمعوي هو حاضر بالدرجه الاولى وبالتالي حنا دخلنا في اطار يعني كنستقبلوا جمعيات يوميا هنا بالمقر عندنا نستقبلوا جمعيات بملفات جاهزه بتصورات جاهزه حول الاحياء ديالهم وغندخلوا في يعني في ايام القليله القريبه غندخلوا في يعني في تشاور على مستوى الاحياء بصفه عامه على مستوى الاحياء الجمعيات اللي تتمثل الاحياء يعني بصفه تشاركيه وحنا الباب مفتوح وهذا المنبر انا كنغتنم الفرصه كما كنقول لك بانه على جميع الجمعيه ديال المجتمع المدني الجاده والهادفه واللي عندها برامج حقيقيه وقوه اقتراحيه حقيقيه اللي قاده تحمل معنا هذا يعني هذا الهم وهذا التحدي فمرحبا بها في اي وقت ارادت بملفات بلقاءات وقمنا بلقاءات تواصليه مع مجموعه ديال الجمعيات ولكن مازال يعني الباب مفتوح ومازال ما عمره غيتسد لان هنا راه الاشاره ديال سياسه القرب تقتضي منا باش ننصت الى المواطن اي مشروع دار خصنا نزلو عند المواطن هو الاول اي مشروع دار خصنا نزلو عند المواطن هو اللي خصو ياكد لنا مدى يعني تاثيره وقبوله وواقعه ووقعه عليه وبالتالي هذه الفلسفه ديال التعامل مع الجمعيات والمجتمع المدني الحقيقي الهادف هي موجوده وستكون حاضره اكثر ان شاء الله في المستقبل القريب وفقط ماشي المجتمع المدني اللي فقط يريد التشويش ويريد كذا وكذا وكذا او انا كنهيب بالمجتمع المدني اللي يكون يعني فيه متخلق متحضر حقيقيا وكاين الحي الحسني الاخوه اللي كيشتغلوا كلهم يعني رغم بعض المرات كتشوف بعض التصرفات او كذا وكذا ولكن الكل عنده واحد الغيره
والغيريه هذيك الغيره اللي عنده هي ربما اللي كيصرفها بطريقه اخرى، لانه جينا حنا في واحد الوقت الان اللي فيه هذا الواقع، هذا العالم فيسبوك، العالم فيسبوك الان عنده واحد الواقع كبير، هذا التواصل الاجتماعي عنده واحد كبير، وبالتالي خصنا نكونوا راه الاشاره ديال هاد الناس وناخذوا منهم ما هو حقيقي وما هو ممكن وما هو واقعي، لان ما حنا ما جيناش باش غادي نقولوا ما ودي اليوم غادي نغيروا الواقع، تبيع الاحلام نبيعوا الاحلام ونقولوا غنغيروا الواقع، لا هذا واقع لي ديال الحي الحسني ولا ديال الدار البيضاء ولا ديال المغرب كنعرفوا راه 60 عام باش كنعرفين هذا الواقع كيفاش كيتسير، ولكن غادي يمضي من حسن الى احسن، وعارفين واقع بلادنا، وبالتالي حنا جينا كمنتخبين محليين سنساهم في تغيير يعني الواقع المعيشي للبيضاويين من خلال تحسين الوضعيه البيئيه والبنيه التحتيه ديال مجموعه ديال الاحياء، من خلال خلق التعامل كما قلت شق بعض الطرقات، من خلال دعم الجانب التعليمي، من خلال دعم الجانب الصحي. وهذه المناسبه هذه ما يفوتنيش الفرصه باش نقول انه في دوره فبراير، اول دوره دستوريه في فبراير، استضفنا مندوبه الصحه على مستوى عماره الحي الحسني اللي دارت لنا عرض مستفيد واللي كانت فيها واحد الصراحه والشفافيه في التعامل مع الواقع الصحي ديال الحي الحسني الذي يعاني لان عندنا مستشفى ديال الحي الحسني اللي هو ماشي في مستوى المطلوب ديال مقاطعه الحي الحسني والسكينه، مازال يعرفوا نقص كبير، والمندوبه حتى هي كتعترف به، كتقول لك بان عندي اشكاليه ديال التطبيب، ما كاينش اطباء العدد الكافي، ما عندهاش اطر صحيه في العدد، ما عندهاش امكانيات كثيره ناقصه، وبالتالي هي قايبه بالتوسعه ديالو ولكن لا يرقى الى المستوى المطلوب. حنا خص يكون عندنا مستشفى ديال الحي الحسني اقليمي حقيقي، لان ساكنات ديال الحي الحسني فقط ماشي هي اللي كتجي ليه، كتجي ليه حتى الساكنه المجاوره، المستوى التعليمي كذلك جنا المندوبه ديال التعليم. كما رجع للسؤال ديالي، انتم تسميو حزب تجمع الاحرار، تجمع الاحرار يقود الحكومه، واش غتضغطوا بالنسبه للوزير الصحه اللي هو تنتمي بطبيعه الحال؟ شوف حنا ننتمي الى تجمع الاحرار بالافكار اللي جبنا بها واللي حنا كنامنوا بها، واللي هي جات في خدمه المواطن الحقيقي، واللي هي تحسين وضعيه الرجل الفقير، وتحسين وضعيه الرجل الذي يعيش الهشاشه والمراه التي تعيش الهشاشه والطفل الذي المهمش. هذه هي موقفنا حنا، انا بعدا كواحد من الاحرار هذا هو موقفي، الا كان شي حد اخر كيمثل شي حد اخر محقوق، اما انا امثل بالدرجه الاولى هذا الجانب اللي فيه لا عدل، انا اطالب بالعدل في مجموعه ديال الامور، وبالتالي كتجمعي كنقول بانه سنناقش سنطالب وسنضغط على في كل لقاء وفي كل فرصه على ونصرح بموقفنا الحقيقي اللي هو جئنا من اجل خدمه المواطن بصفه عامه، وخاصه نرد الاعتبار ذاك المواطن اللي باقي ما خداش حقه في البنيه التحتيه، ما خداش حقه في مجموعه ديال الامور اللي حقه ياخذها في المساحات الخضراء، في الرياضه، على الاقل في سياسه القرب، لانه هذه كرامه المواطن الحقيقي، وديك الطبقه الهشه، ديك الطبقه الفقيره، الطبقه المستضعفه، المراه يعني المطلقه، الطفل اللي كما قلت قبيله اللي هو كي عندنا كيكمي كي 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 المدمن اللي كيتعاطى الادمان، خصنا نلقاو له حل. وهذه اشكاليه مطروحه كما قلت على مستوى الحكومه بصفه عامه ماشي على مستوى المقاطعه، الجانب الامني تعاونوا مع رجال الامن من الناحيه الاجتماعيه باش ما نوفروش لهم الناس اللي هما، لان الامن ماشي فقط هو فقط الردع، الامن كذلك هو تربيه، ربيو حنا كمجتمع سياسي ومدني واسره نعاونوا هذا الامن باش نوفروا يعني واحد الطفل اللي هو صالح للمجتمع العيش، ونوفروا له الشروط، وهذا هو دورنا الحقيقي في حقيقة، ماشي فقط الشعارات، هذا عمل ميداني اللي ما كيطلبش هضره كثيره، كيطلب العمل الميداني اليومي، وهذه ربما حنا كنقول بانه هذه الوطنيه الحقيقيه اللي ممكن نساهموا بها في هذا الوطن، لان التحدي الكبير هو كيفيه وترقيه بالمواطن المغربي يحس براسه بانه راه بلاده عاجبه. سي يوسف شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي استسمح ويتفضل استسمح بمناسبه الشيء الشيء يذكر، مادام كنتكلموا على الطفوله لا تفوتني الفرصه باش نتكلم على المرحوم ريان. نعم. على ذاك الطفل اللي اخذ من قلوب العالم، اللي وحد قلوب العالم يعني، ألمنا كثيرا يعني وضعيه ريان والطريقه اللي ألف بها قلوب يعني جميع الديانات توحدت حول وضعيه انسانيه، يعني دل على شيء فيدل بانه
يعني اعطى درس بانه العالم لا حدود له، الانسانيه لا حدود لها، مساله كونيه يجبنا جميعا ان نتوحد من اجل يعني من خلق فضاء عيش للانسانيه بصفه عامه. وبالتالي فأجدد تعازي يعني كرئيس مقاطعة ديال الحي الحسني، أجدد تعازي لهذه الأسرة، وننوه كذلك بالمجهودات التي قامت بها يعني الجهات المسؤولة التي تدخلت من أجل إنقاذه. وبالمناسبة كذلك ننوه يعني بالتتبع يعني اللامتناهي اللي قام به صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله تجاه هذه الأسرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني كون يعني المواطنين بصفة عامة يعني كلهم في قلوب في قلب ملكنا اللي صار على تتبعهم يعني بواحد بواحد. وبالتالي أتمنى صادقا هذه التجربة تعطينا درسا في التعاطي مع القرى ومع أصحاب الجبال ومع يعني المناطق النائية التي لا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها مدارس. وهذا ايضا دور المجالس المنتخبه، وهذا دور المجالس المنتخبه ودور الحكومه بصفه عامه. اتمنى ان هذا التحدي يرفع مستقبلا ان شاء الله، ويكون عندنا مغربا ان شاء الله ظاهرا مستقبلا ان شاء الله. شكرا لكم سيدي يوسف، شكرا جزيلا لكم الدعوه وتتبعي قناه الفاس بلس. الى اللقاء في فرصه القادمه ان شاء الله.